عشان انا في الجزء ده هبدا كلام في اللي جاي، عايز حضراتكم برضو تبقوا باصين معانا. انا عارف ان كل جماهير نادي الاهلي بتستنى مباراه بمباراه، بس انا حابب برضو تبقوا في الصوره، تبقوا شايفين شهر 7 بالنسبه للنادي الاهلي انه شهر صعب جدا، شهر عنيف جدا، كل الظروف فيها يعني للاسف ضد الفرق. اولا انت عندك 3 ماتشات فاضلين قبل ماتش كايزر تشيفز، و3 ماتشات يعتبروا ماتشات قويه، يعني سواء كنا بنتكلم على طبعا لعبنا بيراميدز خلاص، عندنا سموحه، عندنا مقاولين، وبعد كده المقصه، وبعد كده رحله للمغرب عشان تلعب اهم ماتش في السيزون ده مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الابطال. ترجع من المغرب هتبتدي تخش تاني في الدوري، وطبعا هيغيب عنك 5 6 لعيبه من هيلعبوا او هينضموا من المنتخب الاولمبي، وهيكون معاهم في احتمال يعني انا لغايه اللحظه دي برضو شاكك في محمد الشناوي، يعني اللي عارفه انه او السداسي بتاع المنتخب الاولمبي اللي في الاهلي هيروح طوكيو، لكن الموقف بالنسبه للشناوي لانه الشناوي او الاهلي من غير الشناوي في بطوله الدوري 4 5 ماتشات كتير، يعني معادله محتاجه تتحل. طبعا الاولويه لمنتخب مصر ده شيء مفهوم وده مبدا اساسي ما بيتنازلش عنه النادي الاهلي ابدا، لكن في الظروف دي وفي ظل المنافسه دي الاهلي يلعب بعلي لطفي وشوبير بس، لو واحد منهم اتصاب يعني في حسابات كتيره جدا معقده. كابتن مصطفى شوبير، مصطفى عفروتو، كنت بتكلم على كابتن شوبير، كابتن مصطفى عفروتو مره ثانيه اهلا بيك. خليني ابتدي معاك بماتش سموحه قبل ما اروح للبعيد وقبل ما اتكلم على مشاركه المنتخب الاولمبي واخد رايك. ماتش سموحه شايفه ازاي؟ وشايف الطريقه اللي ممكن يلعب بيها مستر موسيماني هي نفس الطريقه اللي لعب بيها الترجي ولعب بيها بيراميدز، ولا نشوف شكل تاني وطريقه اداء مختلفه للنادي الاهلي؟ لا انا شايف اللي هو يلعب زي ما كنا بنلعب اول ما ابتدى مع النادي الاهلي، يلعب باتنين ديفندرات ويلعب قدامه مقفشه ويلعب بحسين الشحات وطاهر ومحمد شريف. دي من يعني دي وجهه نظري انا. سموحه فرقه كويسه جدا، انا متابعها، فرقه بتلعب كره كويسه، بتلعب كره هجوميه، كابتن احمد سامي بيلعب جيب مفتوح، ما عندوش اللي هو بيدافع والفرقه كلها بترجع ورا، لا الراجل بيلعب كره هجوميه. ايوه عنده احمد عبد القادر ابننا طبعا، ومصطفى فتحي عاملين يعني سيزون محترم جدا الاثنين السنه دي مع سموحه. فالماتش صعب طبعا، وفي ظل الظروف اللي حضرتك بتقولها طبعا، اللي انت كل 3 بونت انت بتخش عليهم بتخش اكن مباراه كاس، فبتبقى الموضوع بيبقى صعب جدا. فان شاء الله يعني انا شايف ان احنا نبتدي الكره بتاعتنا الطبيعيه خالص، اللي احنا نلعب باتنين ديفندرات وقدامهم قفشه، وان شاء الله يبقى الماتش بتاعنا باذن الله.